تحياتي لكل مشاهدي الهلال اليوم. النهاردة هنا احنا موجودين في الجزيرة في مقر النادي الأهلي لمتابعة انتخابات النادي الأهلي في واحدة من أعنف وأقوى الانتخابات اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي. منافسة شديدة بين المهندس محمود طاهر وبين الكابتن محمود الخطيب. نزلنا نسأل أعضاء الجمعية العمومية، تختار المهندس محمود طاهر ولا تختار الكابتن محمود الخطيب وليه؟ ومحتاجين منهم إيه الفترة اللي جاية؟ تعالوا نشوف قالوا إيه. صوتك كان لمين النهاردة؟ لمحمود طاهر ولا محمود الخطيب؟ محمود الخطيب. النهاردة إن شاء الله بيبو. صوت المهندس محمود طاهر. محمود طاهر. كان الخطيب. المهندس محمود طاهر. لمحمود الخطيب بيبو. محمود طاهر. محمود الخطيب. كابتن بيبو. ليه بيبو؟ هو ابن النادي واحنا متربيين معاه وطالعين مع بعض من النادي، يعني هيهتم بالنادي في الرياضه. حاسس انه هيعمل جديد في النادي ان شاء الله. انا بحبه وهو يعني جديد ويبقى حاجه بقى من غير مشاكل، وان شاء الله يكون سنه موفقه له باذن الله. هو الاكثر شعبيه واحنا بنحبه، وامتداد للكابتن صالح سليم يعني، علشان هو يعني بيفهم في الكوره اكتر وهيخلي الفريق احسن وكده. ليه المهندس محمود طاهر؟ لان احنا شفنا الانجازات بتاعته في النادي، يعني الراجل قعد معانا 3 ساعات و 3 سنين ونص، فانجازات رهيبه طبعا يعني. عمل حاجات كتير للنادي والنادي كان مستلمه في حاله مش كويسه، وبقى النادي فيه خدمات حلوه وفي تطوير لحاجات كتير في النادي. احنا شفنا الانجازات على الارض كويسه جدا وناس محترمه هو والمجموعه اللي معاه، فكان شيء طبيعي ان احنا نحاول ان هم يوصلوا المسيره يعني. لو بيبو ان شاء الله كسب، ايه اول حاجه تطلبيها منه من مجلسه؟ يهتم بالنشاط الرياضي زيادة، ويهتم بجنينة الأطفال أكتر يعني. أهم حاجة. أهم حاجة وكبار السن طبعا يعني. كمان. بس. يهتموا بالنادي، خدمات في النادي، ويستمر في نجاح. والله أطلب ما فيش عصبيات، ما فيش يعني، كل واحد بيدلب رأيه بحرية كده يعني. ان كل فلوس تخش من الموارد الخارجية تخش فعلا لعناصر النادي والجوه القلب النادي. والله اطلب منه يعني ان النادي يبقى دايما متميز ودايما رقم واحد في مصر. النادي بقى احسن اكيد، ونشوف انجازات بقى اللي هو هيعملها وكده في النادي. في حالة نجاح المهندس محمود طاهر وقيمته، تطلب منهم ايه اول طلب ليك؟ اطلب منه بقى اللي هو ينجز استاد النادي الاهلي، يعني نفسنا بجد نشوف الاهلي بيلعب في استاده. والله ان هو يكمل الانجازات بتاعته، يكمل لنا الحاجات اللي ناقصه في النادي، خلص لنا النادي بتاع تجمع، يخلص الاستاد اللي هي الحاجات اللي هو اوريدي حاططها في البرنامج بتاعه. انهم يستمروا على نفس العطاء، وانهم يخلوا بالهم بقى من النوادي الجديده، ويبقى في دايما متابعه للاعضاء، لان اكيد يعني كل نادي هيبقى ليه متطلبات غير المركز الرئيسي يعني.